دنيا بوطازوت تدربت مع الشيخات متمرسات والسلسلة تحمل عدة مفاجآت. شد مسلسل المكتوب لمخرجه علاء أكعبون انتباه الجمهور المغربي منذ عرض أولى حلقاته على شاشة القناة الثانية متصدرا نسب المشاهدات ومحققا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي التي حفلت بالإشادات بأداء الفنانة دنيا بوطازوت التي تجسد دور الشيخة حليمة في العمل. وأعربت الفنانة دنيا بوطازوت في تصريح لها عن سعادتها بالتفاعل الكبير والأصداء الإيجابية التي تصلها منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي ما يزال يخبئ في حلقاته المقبلة الكثير من المفاجآت الصادمة حسب تعبيرها. وأكدت بوطازوت أن المسلسل يحمل في طياته العديد من الرسائل من خلال قصته المليئة بالمعاناة، إذ يتضح من أحداثه أن كل شيء في الحياة غير دائم ونسبي، لأن كل الأمور من الممكن أن تتغير بين لحظة وأخرى، وهذا ما سيحصل مع الشيخة حليمة وابنتها هند، إذ ستنتقلان من واقع صعب إلى حياة جديدة سيكتشفها المشاهد خلال الحلقات المقبلة. وأوضحت بطلة المكتوب أن المسلسل يطرح أسئلة من قبيل هل التشبث بالحياة يمكن أن يجعلك تضع تنازلات لتنقل من حياة الفقر إلى حياة الثراء، وهل دفاعك عن حياتك يجعلك تبرر كل شيء، مؤكدة أن المسلسل سيعرف العديد من الأحداث المشوقة. وبخصوص تقمصها دور الشيخة، أكدت بوطازوت في تصريحها أنها قامت بالعديد من التحضيرات القبلية قبل الشروع في تصوير مشاهد المسلسل، إذ حرصت على أداء الأغاني الشعبية بذاتها مع فرقة عبد العزيز الخشاني بجانب شيخات حقيقيات متمرسات، مضيفة بفضل مساعدتهم استطعت أن أغني بصوتي في طبقة عالية جدا، ويعود لهم الفضل الكبير فيما قدمته، متمنية الرحمة والمغفرة لأحد أعضاء الفرقة الذي توفي قبل أيام من شهر رمضان. وتدور أحداث مسلسل المكتوب حول واقع الشيخة في المغرب ونظرة المجتمع لها في قالب درامي كوميدي، مسلطا الضوء على المفارقات بين طبقات اجتماعية مختلفة. ويشارك في بطولة مسلسل المكتوب ثلة من الفنانين إلى جانب دنيا بوطازوت، أبرزهم أمين الناجي، هند بن جبارة، سكينة درابيل، رفيق بوكر، مريم الزعيمي، وسلوى زهران. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.